السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية جميعاً. نرحب فيكم في ويبنار الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية. اليوم عندنا موضوع شيق جداً عن الميديكال سايكلوترون البيسك كونسبتس اند ترابل شوتينج تكنيكس. والمتحدث اليوم أيضاً من المبدعين والمميزين معنا الدكتور فيصل الرميان، هو عالم أبحاث ورئيس قسم المعجلات اليووية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهو رئيس اللجنة العلمية وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية في دورة مجلس إدارة الحالية. محدثكم طبعا مهندس حاتم نجار، عضو مجلس إدارة ومدير التنفيذي للجمعية. الله يعطيكم ألف عافية وأهلا فيك يا دكتور فيصل. حياك الله يا باشمهندس. حياك ما الله. ادري طيب أنا صوتي واضح ها؟ نعم الصوت واضح وحدي لك الكنترول الآن عشان نعم. تقدر تعمل شير للبرزنتيشن. تفضل. إن شاء الله في آخر المحاضرة حيكون في ملاحظة على موضوع الشهادات، لأنه كان في أسئلة متكررة عليه. في آخر المحاضرة حنتكلم فيه إن شاء الله بعض الأسئلة، بعد الأسئلة حقت البرزنتيشن حقت اليوم. عندكم لجميع الحضور في خانة حقت الكويستشنز موجودة عندكم في الكنترول بانل، تقدروا ترسلوا فيها الأسئلة حقتكم كتابيا، وفي آخر المحاضرة في الوقت المتبقي إن شاء الله الدكتور فيصل حيجاوب ما يمكن إجابته من الأسئلة هذه وتغطيتها في الوقت الحالي للمحاضرة. دكتور فيصل الشاشة حقتك واضحة الآن عندنا وتقدر تتفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، ونسأل الله أن يرفع الغمة اللي يعني أصابتنا. الحقيقة اليوم إن شاء الله أخذكم بإذن الله في رحلة علمية أرجو أنها تكون شيقة عن الميديكال سايكوترونز. يعني نتطرق خلالها البيسك كونسبت والترابل شوتينج تكنيكس، وان كان البيسك كونسبت هو اللي الحقيقه يهمنا في البرزنتيشن هذا. طبعا خلال المحاضره ان شاء الله نعطي نبذه يعني عن الهيستوري حق المعجلات اللي هو الميديكال سايكترونز، نتكلم عن البيسك كونسبت، وكذلك نتطرق للسايكترونز او المعجلات المستخدمه في الراديشن ثيرابي، لانه هي بدات الان تاخذ الحقيقه حيز بالمستشفيات، اللي هي البروتون ثيرابي اللي هو سايكوترون بيزد بروتون ثيرابي ماشينز. ونتطرق الحقيقه الى بعض التكنيكس المستخدمه في المينتنس والترابل شوتنج تكنيك، واعطي خلالها على كيس ستادي حصلت معانا في الـ يعني في الـ في الـ في الـ في المستشفى عندنا. طبعا وي شود اكنولج الحقيقه دكتور لورنس اللي هو المخترع للسايكوترون عام 1930. الحقيقة هو رجل يعني فيري سمارت، لأنه أحد أهم الاختراعات في القرن الماضي اللي هو السايكوترون، ويمكن سمعتوا أنتم الأبليكيشن حقته تعدت هي الحقيقة بداياتها كانت في النيوكليار فيزيكس والتجارب، وبعدين دخلت على الميديكال فيزيك، على الميديكال أبليكيشن، وبعدين على الإندستريال أبليكيشن. الصورة اللي تشوفونها هنا هي أول سايكوترون، طبعا هو خلينا نقول البروتوتايب اللي بروف الكونسبت عن طريق الدكتور لورنس. دكتور لورنس الحقيقه كان يقرا ارتكل، هذه بدايات الفكره حقته، كان يقرا ارتكل عن اللينير اكسلريتور عام 1928. كانت الارتكل يعني ببلشت عن طريق دكتور ويدرو، وكان الكونسبت الحقيقه جدا يعني واضح بالنسبه للورنس، انه عندك لو عندك ايون سورس او بيم او بانش، راح نتعرف ايش معنى بيم او البانش، ما دخلت في او مرت خلال دريفت تيوب، الحلقات اللي نشوفها هذه يسمونها دريفت تيوب في اللينير اكسلريتور. الحقيقه ولو افترضنا انه عندنا راديو فريكوانسي ار اف سيجنال يعني بابلايد فولتج معين، ممكن البارتيكل يصير لها اكسلريشن، فتبدا تنتقل من حلقه الى حلقه وتبدا تزيد. ومثل ما نشوف احنا الدريفت تيوب الحقيقه بدات تزيد اللينث حقها تو كومبنسيت فور الانرجي اللي هي اكتسبتها من البدايه. فهذه كرييت يعني الايديا حقت السايكترون من دكتور لورنس. سوري، اوكي، من دكتور لورنس، وهو يعني خطر بباله انه بدل ما يستخدم الدريفت تيوب
قال انا ممكن استخدم تو الكترود، الالكترود طبعا اليمين والالكترود اليسار، اللي هو اصلا اسمه دي، الرايت دي والليفت دي. ولو افترضنا انه احنا عندنا مجال مغناطيسي بيربنديكولار على الديز اللي احنا نشوفها، وعندنا ار اف فريكونسي تتغير بفريكونسي معين، فممكن البارتيكل تبدا مثل ما نشوف احنا هنا، تبدا تنتقل من طرف الى طرف، وفي كل مره تعدي الادج اللي احنا نشوفها هنا تكتسب طاقه معينه، فتنتقل من اوربت الى اوربت. في كل مره تعدي one اوربت gain certain energy حتى تصل لاخر مرحله لها اللي تكون اكتسبت الهاي سبيد ايونز. طبعا قبل ما نبدا في البيسك كونسبت ناخذ بس يعني لمحه سريعه عن المين كومبوننت اللي موجوده عاده في السايكترون. احنا عندنا الاهم كومبوننت اللي هو الماجنت او المين ماجنت، وعندنا الار اف سيستم والانجكشن لاين اللي هو المصدر الايونات، وعندنا بعض الاوبتكس ماجنتيك اوبتكس اللي تسوي عمليه ستيرنج فوكسنج يعني للبارتيكل ستيرت الونج التيوب. عندنا كولينج سيستم من الاشياء المهمه، والفاكيوم سيستم. ما راح نتطرق الحقيقه لجميع الاشياء لانه ما في وقت، بس ممكن يعني نغطي المين 3 ايتمز هنا ونتكلم شوي عن الفاكيوم بيكوز لانه احنا محتاجينه الحقيقه في عمليه الاكسلريشن. طيب انا نتعرف الان على الكومبوننت يعني اللي داخل السايكوترون. انا عارض قدامكم صورتين الان. الصوره هذه الحقيقه هي اقدم سايكوترون في المنطقه عندنا في الشرق الاوسط، وهو موجود في مستشفى مدرسة فيصل التخصصي. والحقيقه انه الكومبوننت فيري ايزي وسمبل تو يعني اكسبلور. عندنا ليفت دي رايت دي، عندنا هنا اللي تشوفونه هذا الايون سورس اوكي، وفي عندنا شيء يسمونه الاكستراكشن سيستم او الكتروستاتيك ديفليكتور. هذه القطعه طبعا احنا نحتاجها في اللاست اوربت. طبعا لو افترضنا هنا حصل روتيشن للبارتيكل في اخر لفه له، يو نيد سمثينج تو اكستراكت البيم، بمعنى انه انت لو هذه القطعه ما هي موجوده البارتيكل راح تكمل وراح تكمل تضرب في مكان ما هنا، فانت يو نيد القطعه هذه على اساس تغير التراجكتوري حقت البارتيكل وتسحبها خارج الجهاز. فهي هذه معتمده على الكتروستاتيك، عليها الكتريكال كارنت مقدره يعني في رينج حق 70 كيلو فولت كافيه انها تسحب البارتيكل خارج الجهاز. الصوره اللي نشوفها على الرايت الان هي الاي بي اي ماشين، وهو الحقيقه الليتست تكنولوجي ستيت اوف ارت. نشوف تو بارت اوف ذيز، طبعا هذا الابر بارت اللي احنا نشوفه، في اللور بارت موجود هنا. عندنا الانجكشن لاين هنا، لو لاحظنا في السيكترون هذا في عندنا الايون سورس بينما هنا انجكشن لاين، في فرق صراحه بينهم. عاده يستخدم الانجكشن لاين في الهاي انرجي سايكترونز لانه انت ما تحتاج ما تستطيع انك تفتح التانك كل شوي. طبعا هنا التانك مفتوح وهنا مفتوح التانك، بس انه اتس ان يوجوال انك انت تفتح التانك خاصه في النيو تكنولوجي سايكترونز. طيب نتعرض الحين او نتعرف على الايون سورس. الحقيقه هذا ابسط انواع الايون سورس اللي موجوده، يسمونها بيننج ايون جيج. فيري سمبل تكنيك، يعتمد على انه في عندك يصير الكتريكال ايونايزيشن او يصير تأيل عندك جزيء الغاز، ناخذه من السلندر هذه، وعاده البيوريتي حقت الغاز يعني تصل الى 99.99 يسمونها يعني 5 ديجيت او 6 ديجيت، وتكون موجوده هنا. عندنا الكاثود اللي هو القطعه الازرق هنا، وعندنا قطعه ثانيه كلها متصله على نفس البوتنشال على نفس النيجاتيف سايد، وعندنا الانود اللي هو الطرف هنا الثاني هذا متصل على البوزيتيف سايد. اذا انا ابلاي الكتريكال فولتج معين ولنفترض مثلا بالنسبه لهذا 3 كي في، فايش اللي راح يصير؟ الالكترود هذا يبدا يسخن، بمجرد ما يبدا يسخن يبدا يطلق الكترون صغيره اللي احنا نشوفها هذه، وتبدا تضرب في الغازز الهيدروجين غاز، ويبدا يطلع لي بلازما. البلازما هذه خليط ما بين الكترونز يعني نيجاتيف ايون بروتونز اللي نشوفها هنا، يعني هذا بشكل عام. الحقيقه هي تطلع كخليط. الان انا كيف هاو تو اكستراكتد او هاو تو يعني كيف انا اسحبها الى داخل السايكترون وابدا عمليه الاكسلريشن. في عندي شيء يسمونه بولر، هذه القطعه الحمراء البولر هذه، هذا عاده هذا موصل دائما في الدي، والدي عليها الار اف. فاحنا نعرف
احنا نعرف انه مثلا في الار اف سيجنال هذه اللي نشوفها، طبعا البروتون هو بوزيتيف تشارج، فالبلس اول ما تجي على النيجاتيف تشارج يعني يصير في عندك نيجاتيف دي في باي دي تي، يعني في السيجنال تبدا تنزل في النيجاتيف سايد، تبدا تنسحب البروتونات، واللي ينسحب اللي يكون اصلا اوريدي موجود. في اشياء توها ما بعد تكونت ما راح تسحب طبعا، بس بينما اللي هي اوريدي موجوده راح تنسحب، فراح نشوف كذا بلسز. البانش هذه طلعت وبانش. طبعا مصطلح بانش يعني انه انا عندي مجموعه بروتونز سحبت في نفس الوقت وكونت لي سبيس تشارج معين، يعني لها مثلا شكل معين وكميه معينه وتشارج معين. بين البانش والبانش في مسافه، او اسف في زمن معين، الزمن هذا اللي حدده اللي هو الفريكوانسي حق السايكوترون. يعني ان شاء الله تكون الفكره هذه واضحه. طبعا بعدين خلاص هتبدا تدخل على الماجنتيك فيلد وتبدا تصير لها عمليه اكسلريشن، اسف يعني تدخل على الديز وتبدا تصير لها عمليه اكسلريشن. هذا ابسط الانواع اللي هو البيننج ايون جيج، عاده تعطيك كارنت في الرينج حق 300 مايكرو امب. طيب نشوف النوع الثاني اللي هو مور كومبليكيتد، وعادة يكون خارج الجهاز اللي هو هنا اللي يسمونه الانجكشن لاين. الحقيقة يعني هنا في عبارة عن بعض الفيلمنت موجودة في تشامبر معين، وداخل التشامبر هنا يكون في غازز، أو آسف هو غاز واحد اللي هو الهيدروجين. الفيلمنت تبدأ تطلق الإلكترونز وتتفاعل مع الغاز الهيدروجين وتبدأ تطلع البلازما اللي أنا I need it. في عندي كومبوننت نشوفها هنا زي الالكترون سبريسور، بلازما جريد، سو ماني ثينجز. الحقيقه هذه وظيفتها، اولا انا احتاج بالنسبه لل يعني التكنيك هذا انا احتاج نيجاتيف ايون، انا ما احتاج بوزيتيف ايون. والنيجاتيف ايون هو عباره عن البروتون وعليه 2 الكترونز مثل ما نشوف الشكل هذا، وهذا الحقيقه له اهميه بالغه جدا على مستوى السايكوترون، لانه له علاقه الحقيقه بالافشنسي حق السايكوترون. يعني هنا في السايكوترون القديم مثلا هنا الافشنسي ضعيفه 50%، بمعنى انه انا لو اكستراكت 300 مايكرو جزء نصها بيضرب داخل التانك وتسبب لي عمليات يعني راديو اكتيفيتي، ويعني اي لوز هاف اوف ذا بيم. بينما هنا الافشنسي تقريبا 99%، يعني اولموست انا اي اكستراكت كل الكرنت. هذا بالنسبه للنيجاتيف ايون. طبعا في حاله انه صار له تسارع معين هنا اللي هو نشوفه هنا بالخط الاحمر، في عند القطعه الخضراء هذه الانفلكتور، هذه تسوي عمليه تحويل البارتيكل. الان بالمناسبه هي ما اصبحت وان بانش، هي اصبحت بيم. البيم هو عباره عن بانشز تمشي ورا بعض بفريكوانسي معين او بتايم معين يحدد الفريكوانسي حق السايكترون. فاصبح عندي البيم مشى كذا وتحول الى هوريزونتال ودخل على الدي، وحيبدا يصير له عمليه الاكسلريشن. مثل ما اتفقنا الان احنا عندنا السايكترون هو اكسلريت التشارج بارتيكلز، ومو فقط البروتونز، يعني اي تشارج بارتيكل ات كان بي اكسلريتد باي سايكترون تو هاي انرجي. الان انا زي ما احنا شفنا في البدايات احنا محتاجين التو فيلدز to reach the high energy. الفيلد الأول اللي هو الماجنتيك فيلد، وشفنا وظيفته، أنا عندي نورث وساوث، وتصير عملية ستيرينج للبارتيكل مثل ما نشوف هنا. ستيرينج هو معتمد على الحقيقة نظرية اليد اليمنى، أعتقد كلنا درسناها، إنه لو عندك تيار ممكن نشوفها في النكست سلايد، بس ممكن نغطي هنا الإلكتريكال فيلد. الماجنتيك فيلد يعني يهمنا الآن في السلايد هذا نعرف إنه هو ستير التشارج بارتيكل على شكل دائري. أوكي، الإلكتريكال فيلد اللي هو ينقل الأوربت من المجال من خلينا نقول من راديوس صغير إلى راديوس أعلى، وفي كل مرة ينتقل إلى راديوس الأعلى يكتسب طاقة معينة مقدارها الدي فولتج اللي أنا أبلاي. فأنا عندي هنا دي فولتج معين، كل مرة البارتيكل راح تكتسب الطاقة هذه اللي مقدارها دي فولتج، متغير الحقيقة. مثلا في الاي بي ام ماشين هي 45000 فولت، في السيكترون القديم اعتقد 20000 فولت. طيب نشوف هنا الفورسز اللي افكت على البارتيكلز. احنا عندنا تو فورسز، في شيء يسمونه او في الالكتروماجنتيك فورس اللي هي اسمها لورانس، وهو ليس لورانس المخترع، هو لورانس. لورانس فورس اللي هو الالكتروماجنتيك فورس، اللي هي تقول انه اذا انت عندك بارتيكل
البارتيكل هذه يمشي بسرعه معينه اللي هي في، ودخل على مجال مغناطيسي اللي هو بي، اللي هو البي زد هذه، تبي تصير القوه اللي هي اثرت على البارتيكل اللي هي اف ال. في قوه ثانيه مقابل لها ومعاكس لها بالاتجاه الثاني اللي هو عباره عن اللي هو السنتريبتال فورس او السكند نيوتن، قانون نيوتن الثاني للحركه اللي هو ام اي او ام في سكوير على ار. القوتين هذه متساويه، والحقيقه هذه اهم معادلات السيكترون اللي انت يو كان اكستراكت يو كان ستارت الفيرست ديزاين لاي سيكترون. السكتش اللي هو الكالكوليشن يصير عن طريق المعادله هذه، تبدا تحسب الفريكوانسي مثل ما نشوف هنا الاف 0 اللي هو الاوربيتال فريكوانسي، تقدر تحسبه من المعادلتين هذه. طبعا احنا الرسمه هنا اللي نشوفها هنا، احنا عندنا السايكترون او البارتيكل وانس انها كومبليت وان بارتيكل، هذه الحقيقه يصير لها تتم السايكل مع تتمه الار اف سيجنال. وش معنى الكلام هذا؟ معناته انه انا اي نيد تو انجكت ار اف سيجنال بفريكوانسي معين، والفريكوانسي هذا يكون اوريدي ديزاين على الاوربت سيجنال اللي انا اي نيد ات. طيب شلون تتم العمليه هذه؟ بنشوفها في النكست سلايد اللي هو هاو تو ديزاين الار اف، او في النكست سلايد. طبعا اللي يهمني الان انه نتعرف عليه كذلك قبل ما ننتقل للار اف اللي هو عندنا السيكترون انرجي. طبعا البارتيكل في لاست اوربت لها تكون خلاص هي اوريدي ريتش الماكسيمم انرجي، والحقيقه احنا وي نيد تو اكستراكت، لانه اذا ما سوينا لها اكستراكشن خلاص راح تضرب في اماكن ثانيه. ففي طرق معينه للاكستراكشن ما هو لم تذكر هنا يعني في المجال لضيق الوقت، بس انه في طرق معينه تستخدم في تو اكستراكت البارتيكلز. والحقيقه في الاجهزه الجديده احنا شفنا الافشنسي حقه الاي بي اي ماشين 99%، لانه التكنيك حقها لها تكنيك خاص، بينما في الجهاز القديم جدا تكنيك اصعب اللي هو الكتروستاتيك ديفليكشن سيستم. Why I need the high energy؟ ليش أنا أحتاج إنه السيكترون يطلع لي high energy؟ For two purposes. بالنسبة للإيزوتوب production، مو كل الإيزوتوبز الحقيقة تنتج على low energy. بعضها ينتج على 10 MeV، بعضها على 20 MeV. فعلى حسب الإيزوتوبز اللي أنا أحتاجها. بالنسبة للبروتون ثيرابي، الحقيقة هي already معروفة. إذا أنت تبغى تعالج البيشنت، you need to go up to 250 MeV. of energy. فقد يكون الديزاين يختلف شوية والماغنت يختلف شوية. طيب بس نطلع كويكلي على المجال المغناطيسي أو how to design it. طبعا أنا بالنسبة لي أنا في عندي الشيب اللي احنا نشوفه، عادة المجال المغناطيسي فيه كويل، وعساس كذا هو يسمى electromagnet، ما هو permanent magnet، هو electromagnet. فelectromagnet يعني أنا عندي كويل، once اني انا apply certain current فورا يبدا يتولد عندي مجال مغناطيسي مثل ما نشوف ال 2D هذه احنا سويناها عن طريق القمصل. يعني very simple sketch، انا المنطقه البيضاء هذه اللي نشوفها هو عباره عن الكويل. انت تشوف كروس سكشن، طبعا هذا الابر كويل وهذا اللور كويل. انت يو اساين الكرنت اللي محتاجه وتحدد الماتيريال، مثلا عندك الكبر، عاده الكويل هو كبر، والستيرينج والاسف المنطقه هذه يسمونها اليوك، اليوك عاده من الستيل. فيو جنريت الماجنتيك فيلد اللي احنا نشوفه في النص، هذا الماجنتيك فيلد. ذيس از وات اي نيد، اللي اساس ايش اسوي عمليه الاكسلريشن. الان في حاجه مهمه ويشد يعني تيك ات انتو كونسيدريشن، اللي هي نظريه اينشتاين اللي هي النسبيه الصغرى يسمونها، او ريلاتيفستيك افكت. طبعا البارتيكل في السنتر ليست كالبارتيكل في الطرف، انا اسف، الماس حق البارتيكل، لو افترض انه انا اسارع بروتون، الماس حق البروتون في السنتر ليس يعني الماس على الطرف، لانه انا هنا السبيد اوف الفيلوسيتي حق البارتيكل هنا بسيطه جدا، بينما انا كل ما اسارع البارتيكل وتبدا تزيد تزيد تزيد، اذا وصلت للفاينل اوربت الماس ما هو نفسه، هي عباره عن جاما ام زيرو. والجاما هذه اللي هي relativistic effect، وطبعا لها calculation معين. أساس كذا الحقيقة كانت هذه أحد limitation اللي يمكن أتعبت لورانس في بداياته، لأنه ما قدر الحقيقة يرفع الانرجي لطاقات عالية جدا، كان عنده limitation معين. إلين جاء توماس، وتوماس يعني أوجد اللي هو الأزمتة لي varying field،
انه الفيلد متغير. على فكره هذه الصوره هذه للسي اس 30 احنا سوينا الماجنتيك فيلد مابنج حقها في الاولد ماشين، فاساس كذا السيكتور هذه موجوده عشان كوركتر ريلاتيفستيك. فيصير عندي ما احتاج انا اغير الحقيقه في الار اف فريكوانسي ولا في شيء، يصير انا اوريدي غيرت في البي الماجنتيك فيلد، وبالتالي انا اصل للفاينل اوربت يعني سموثلي واقدر اكستراكت البي. بالنسبه للباور سبلاي، لان احنا مهندسين، بالنسبه للباور سبلاي عاده في بعض البارامترز اللي مهمه جدا في الماجنت باور سبلاي، وهو الحقيقه اهم باور سبلاي موجود في السيكترون. السيكترون فيه عشرات الباور سبلايز، اذا انتم حصل لكم زياره على السيكترون تشوفون يعني غرفه كامله كلها باور سبلايز. اهم واحد الحقيقه اللي هو الماجنت باور سبلاي. الاستابيليتي لابد تكون عاليه 100 بارت بير مليون، والريبلينج فولتج صغير جدا. لو نشوف هنا 100 ملي فولت، يعني 100 ملي فولت بالنسبه مثلا اذا كان عندك مثلا 200 فولت، هذا بسيط جدا، لانه انت لما ترسل الكرنت على الماجنت you have to make sure that it's always stable. ما تبغى الماجنتيك فيلد يتغير، والا يعني ايش اللي راح يصير؟ فورا حتبدا تبدا تشوف البارتيكل يصير لها عمليه ايش اوسيليشن. طيب هاو تو ميجر هاو تو ميجر الكرنت على الكويل؟ في تكنيكس كثيره، بس الموست اكوريت وان اللي هي الشنت ريزيستور. الشنت ريزيستور هذه عباره عن مقاومه بسيطه جدا عاده بالملي اوم، وانت الماجنت كرنت يمر فيها ويبدا، وطبعا يصير في عندك فولتج دروب، فتقيس الفولتج دروب هذا اللي هو بروبورشنال للكرنت. طبعا هذه الصوره انا حقيقه تعجبني دائما، واحب يعني في اغلب البرزنتيشن برزنتد. طبعا هذا السيكترون هو اكبر سيكترون تقريبا على وجه الارض، هو والواحد الثاني في سويسرا. هذا في موجود في ترايمف في كندا. لو نلاحظ الناس اللي موجودين يعني وين قاعدين، يعني نشوف منتشرين هنا. طبعا هذا يعطيك انطباع على السكيل، اللارج سكيل حق السيكترون. هذا سيكترون كبير ما شاء الله تبارك الله. What's really matter for me ما هو السيكترون، اللي هو الاوربت. خلينا نفترض انه مثلا انا عندي بروتون وصار له اكسلريشن وسوالي الاوربت اليلو اوربت الان هنا، وهو نفسه بعد فتره لما وصل هنا سوالي الاوربت الكبيره. What's really important to understand هنا انه التايم اللي البروتون سبين اساس يقطع اللي هو الانجولار فيلوسيتي اساس يقطع الاوربت هذه، تراست مي هو نفسه الزمن اللي خذاه البارتيكل اساس يقطع الاوربت هنا. السبب بسيط اللي هو الفيلوسيتي. انا هنا الاوربت البارتيكل كان على لو فيلوسيتي، بينما هنا صار على هاي فيلوسيتي. الحقيقه هذه احد اهم مبادئ السيكترون اللي ريحت المهندسين وخاصه اللي هم الانجينيرز، لانه السيكترون كفيزيكس الحقيقه خلاص معروف هو وش اللي يتعب المهندسين، اللي يتعب الديزاينر اللي هم يعني الليميتيشن في الاشياء الهندسيه اكثر من الفيزيكس نفسه. فبسبب انه الفريكوانسي اصبح ثابت انا ممكن الان ديزاين سايكترون. انا عندي المعادله هنا، اسف مو ديزاين سايكترون، ديزاين الار اف سيستم. الار اف اللي هو الروتيشنال فريكوانسي او الانجولار فيلوسيتي اللي انا احتاجها تو كومبليت وان سايكل. طبعا احنا عارفين طبعا هذه معادله السيكترون. يو كان يعني ممكن انت تحط الفاليوز حقتك هنا وتشوف، يعني راح تلقى بالفعل الفريكوانسي مثلا للاي بي اي ماشين ولا اي اذر سيكترونز تقدر تطلعها سمبلي. طبعا هو الحقيقه الموضوع اسهل من كذا بكثير، لانه في زملائنا اللي سبقونا زمان لقوا انه انت اذا عندك 1 تسلا من الماجنتيك فيلد في مثلا تشارج ستيت معين وماس معين للبارتكل اللي تبغى تسارعها، في فاندمنتال يسمونها الاتش، هذه يسمونها فاندمنتال فريكوانسي، اللي هو اذا كان عندك هنا الاوربت فريكوانسي واحد وهنا واحد يعني هو نفسه هذه اتش 1، فراح تلقى انه انت عندك الفريكوانسي 15.2 ميجا هرتز. هم ريحوا علينا يعني ريحوا الموضوع هذا، فانت كل اللي تبغى تسوي بس انك تغير البي اساس كذا. هم الديزاينر حقين السيكترون دائما يعطون مجال اكبر للماجنتيك فيلد، يصممون الماجنتيك فيلد ويخلصون منه ويشوفون الكومبوننت اللي باقيه تروح هذه للار اف.
طبعا اخذا بالاعتبار الدي، هذه الدي اللي هي قديمه، بس الدي الجديده يعني مثلا هذا داخل الاي بي، هذه الزاويه 45 درجه، هذه يسمونها 90 درجه. طبعا بالنسبه للاي بي ماشين في ورك اوت راح تلقى انه فريكونسي 65 ميجا هرتز. اوكي. طبعا بالنسبه لل، انا في شاشه هنا ما ادري كل شوي اي هاف تو تيك ات داون. طيب عندي لما انا ارسل بس اصمم او يعني كرييت، انا خلاص احنا عارفين كم الماجنتيك، كم الار فريكوانسي عندي هنا للسايكوترون، خلاص انا اي هاف تو يعني ديزاين الباور سبلاي حقي. بس في نقطه مهمه جدا، احنا يعني في كومبوننت لازم تاخذها بالاعتبار لما تيجي تصمم الار اف سيستم حقك، الباور سبلاي اللي راح يعطيك ال 65 ميجا هرتز. الكومبوننت هذه اللي هي الكافيتي نفسها، المكان اللي راح يصير فيه التسارع. في بعض الكومبوننت في عندنا عاده يكون في فاريبل كاباستور انت تحتاجه عشان تسوي تيوننج للار اف، لانه احيانا الار اف ما يكون الار اف حق الباور سبلاي لما ترسله للكافيتي ما يكون متساوي، عشان كذا في مصطلح يسمونه ريزونانس فريكونسي اللي هو السكوير روت اوف ال سي. هذا الريزونانس فريكونسي ات ماست بي ماتش، اذروايز راح تصير فيه مشكله كبيره. ايش المشكله؟ راح ترتد جزء من الباور اللي هو يسمونه الريفلكتد باور، راح يرجع ورا ويأثر لك على الباور سبلاي حق الار اف سيستم اللي هو راح نشوفه في النكست سلايد. فعندي الزد حق الباور سبلاي لابد يكون الزد حق الديز والكافيتي، الزد اللي هو الامبيدنس ات ماست بي ماتش. اوكي طيب احنا خلصنا الان الفريكوانسي، عرفنا الفريكوانسي، تحديد الباور قبل ما اروح للباور سبلاي، كيف احدد الباور اللي انا محتاجه عشان ديزاين الفاينل امبليفاير؟ الباور تصميمه الحقيقه بسيط جدا، تو سام اكستند، يعني اللي هو انت تحسب كم الماكسيمم كارنت اللي انت تبغى تسارعه داخل السيكترون. يعني لو افترضنا في الاي بي اي احنا عندنا الماكسيمم كارنت 750 مايكرو امب، والطاقه الفاينل انرجي 30 ام اي في، فلو تضربهم مع بعض راح تلقى عندك 22.5 كيلو وات. ضف عليها وهذا يعني يسمونها توليرانس 10 كيلو وات، هذه عاده تصير لوسز داخل التانك، فانت وصلت تقريبا 32.5 كيلو وات something like this. فراح تشوف اقرب الان تدخل على ايش التريد اللي موجود في الاسواق، راح تلقى انه اوف شيلف في تيوبات موجوده على 40 كيلو وات، يو كان يوز ات، يعني as simple as that. يعني ان شاء الله انها تكون الفكره هذه واضحه. طيب هاو تو ديزاين الباور سبلاي، الحقيقه انا استشهد هنا في الاي بي، يعني they have done great job هنا. انا ما اسوي دعايه لحد الحقيقه، بس انه يعني من اللي انا شفناه في الديزاين حقهم، في اكثر من ديزاين للار اف، هذا الموست كومون، والاي بي الحقيقه يعني they've done it an excellent job. وش سووا؟ هم حطوا لك كريستاله بسيطه هنا تعطيك الفريكوانسي اللي يونيد. طبعا هذا كل هذه لو باور، احنا نتكلم على لو باور 0.1 واط، اللو باور بال 65 ميجا هرتز اللي هو محتاجها السايكترون، تمر على مراحل عديده، عمليات امبليفيكيشن وان افتر ذا اذر. طبعا حنصل على السوليد ستيت، وبعدين حندخل على اللي هو البري امبليفاير او الانترميديت بري امبليفاير، هذه يستخدمون، لا يستخدمون التترايود، والفاينل ستيج اللي هو ال 40 كيلو وات يستخدمون الترايود اللي هو الفاينل باور امبليفاير ترايود، وهذه اللي حقيقه يعني ديليفر ال 40 كيلو وات داخل السايكترون. نشوف هنا الفاريبل كاباستور، هذه الحقيقه تحتاجه انت، عاده هذا تتم اوتوماتيكلي، يعني ما فيها هنا هيومن انترفيس معها، هنا تتم اوتوماتيكلي. احيانا في اذا انت وصلت الليفل معين من الكواليفيكيشن يو كان دو ات يور سيلف، بس انه عاده هذه تتم اوتوماتيك. في فيدباك، في عندنا يسمونها البيك اب، تاخذ سيجنال، يعني حاط انت بيك اب، هو عباره عن انتنة بسيط جدا تحطه، هذا يقيس لك الار اف داخل السيكترو داخل التانك، ويرسلها هنا للكومباراتور هذا، وعندك فيشوف اذا كان مثلا في شيفت بالفريكوانسي، فيروح ادجست اللي هو الفاريبل كاباستور اللي احنا نشوفه هنا. طيب عادة الفاينل تيوب عرف، هذا الحقيقة most يعني الكومبليكيتد بارت اللي هو مثلا عندنا في الاي بي اللي هو ترايود، عادة ديليفر اب تو 40 كيلو وات، هو عادي فيلمنت بسيط يعني ايمت الكترونز، وتصير عملية ايش تحكم في الباور النهائي اللي رايح للار اف.
طبعا على هاي فريكوانسي، يعني انت لاحظ 65 ميجا هرتز، يعني 65 مليون مره تتغير السيجنال في الثانيه. اوكي، فيعني طبعا السي بي اي ما شاء الله مشهوره الحقيقه في الباور ترايود، يعني فيري ريلايبل. وعاده الباور ترايود، يعني يو كان ثينك اباوت الترايود، هو عباره عن زي السمبل ترانزستور. ترانزستور انت او المصفت تستخدم مثلا لو باور، بينما في الترايود تستخدم يعني مثلا هاي باور، وعاده يستخدمونها بالار اف بالراديو فريكونسي والاشياء هذه. عاده اللايف تايم حقها من 5 إلى 7 سنوات. اوكي، حقيقه برضو اي بي اي صممت حاجه جميله جدا. الار اف سيستم حقهم لما يرسل الباور للتانك ما يرسله ك يعني كونتينيوس سيجنال، لا، هو شو يسوي؟ يرسلها بلس واحده، يعني يرسل بلس ويشوف الفيدباك، لانه هو الار اف باور سبلاي ما يدري واتس جوينج اون. ممكن يكون في ووتر ليك، ممكن يكون في فاكيوم ليك، ممكن يكون في مشكله في داخل السيكترون. ف يعني هي كانت كومبرومايز الكواليتي حقت الباور سبلاي نفسها. فوش يسوي الباور سبلاي؟ يرسل بلس واحده ويشوف الفيدباك. اذا ما في اذا 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 ما في اي مشاكل، يعني ما في ريفلكتد باور، يبدا انكريز البلس الين يوصل للفاينل ستيت. طب اذا في مشكله ممكن ندخل في مرحله يسمونها المالتي باكتنج افكت، وهذه يبدا يصير عمليه كرو بارنج. وبنشوف ايش معنى كرو بارنج يعني في السلايد النكست. بس انه الكرو بارنج يعني او في الفاكيوم بارت، بس انه هو يبدا يحصل عندي انه الالكترونز يصير لها زي مصطلح يسمونه الافالانش. الالكترون يضرب في لانه لو افترضنا انه انا ما عندي فيري جود فاكيوم، عشان كذا اي نيد تو هاف فيري جود فاكيوم داخل السيكترون. مصطلح الفاكيوم يعني شيء مفرغ من الهواء، انت ما تقدر تسارع البارتيكل. انت البروتون الماس حقه صغير جدا، يعني مثلا تو ذا باور اوف ماينس 27 كي جي، يعني صغير جدا، يعني اي شيء ممكن يوقفه. فلا بد المكان اللي يتسارع فيه داخل التانك يكون مفرغ من الهواء. واذا ما كان مفرغ من الهواء ممكن تبدا يصير البارتيكل تضرب في يعني جزيئات الهواء، يبدا يصير عندي سبارك معين. هذه الصوره اللي نشوفها هنا هذه صوره حقيقيه حقيقه عندنا للاولد ماشين. كان عندنا فيري بور فاكيوم، وانا والله اخذتها لانه شفتها جميله جدا. هذا طرف الدي، اذا نشوف هنا هذا طرف الدي، والالوان اللي نشوفها هذه عمليه ايونايزيشن للبارتيكل، صار لها كذا وصارت الافالانش. الافالانش انه الالكترون يضرب في مولكيول هواء، والمولكيول هواء تطلع منه الكترون، والالكترون الثاني يضرب في الثالث، وهكذا. على اساس كذا انا يهمني يكون انا عندي جود فيري جود فاكيوم. عندي تشارج بارتيكلز شود نوت سترايك وذ اذر مولكيول دورينج اكسلريشن. التشارج بارتيكل شود نوت لوز انرجي دورينج اكسلريشن. في مصطلح يسمونه مين فري باث. المين فري باث يعني لابد تكون بين المولكيول والاخر مسافه كبيره جدا. يعني اذا كان عندي الفاكيوم داخل السيكترون، طبعا هم في مصطلح التور هذا الامريكي، في مصطلح الملي بار اللي هو الاس اي يونت. طبعا هذا السلايد انا اخذته من شركه اجيلنت، ويعني شركه ممتازه في الفاكيوم سيستمز. فهم لاحظوا المين فري باث بالنسبه للمنطقه المفرغه من الهواء 50 كيلو متر، يعني بين البارتيكل والبارتيكل المين المسافه بينهم 50 كيلو، يعني مسافات بعيده جدا. بينما في حاله مثلا هنا فيري شورت مين المين فري باث. طبعا احنا وي دونت نيد ذس وان، يو نيد ات وين يو ديزاين الفاكيوم سيستم. بس انه هو الهول بوينت انه يو نيد ريلي تو هاف ا فيري جود فاكيوم تو اكسلريت. وانا اخذت هذه الصورتين من الانترنت. يعني انت اذا انك تبغى تركض هنا في يمكن هذه تشاينا تاون ولا ما ادري، اذا تبغى انت تركض هنا يو ويل لوز انرجي جاست يعني مثلا في اول 2 meters، بينما انت لما تركض هنا يعني يو ويل ريتش سموثلي. فذاتس واي وي نيد الفاكيوم. طبعا هذه اللي قلت لكم عنها انه حصل الاركينج، وهذه مشكله صراحه. يو هاف تو ران يور سايكترون في الرينج هذا. اوكي، حاجه بسيطه كذا. عاده بعد ما وصلنا خلاص البارتيكل وصلت للفاينل انرجي، الان وي نيد تو ران ات ثرو بيم لاين. هذا البيم لاين اللي هو في اي سايكترون عاده يكون في ستيرنج ماجنت. الستيرنج ماجنت مثل الستير حق السياره، تودي السياره يمين يسار. هو عباره عن ماجنتيك اوبتكس. عندنا السويتشنج ماجنت مثلا لو تبغى تحرفه مثلا اب وداون، اذا كان عندك اكثر من بيم لاين.
الكوادرا بورد تسوي فوكسنج. This is very important الحقيقة لما تبي تشتغل على مستوى اوكي على البروتون ثيرابي وبرضه على مستوى الايزوتوبس، بس maybe more critical على البروتون ثيرابي لانه انت you need really pencil beam. فالفاينل ديستنيشن لك هنا عادة يكون اما تارجت معين ولا whatever يعني ولا بيشنت whatever، هذا عادة يسمونه بيم لاين. اوكي الان ندخل على الابلكيشن حق السايكوترون. احنا عندنا الحقيقة تو مين برانش بالنسبة للميديكال ابلكيشن، عندنا الدايجنوسيس واللي هو مثلا موجود عندنا في المستشفى اللي هو ننتج احنا النظائر المشعه، عندنا المواد اللي ننتجها مثلا الايودين جاليوم، والحقيقه هذه المواد اذا جيت تنتجها داخل السيكترون لابد انك تغير الانرجي، عشان كذا وي نيد الانرجي. اوكي البارت الثاني اللي هو بعد مهم الحقيقه وبدا ياخذ حيز اللي هو الثيرابي، عندنا دايركت تريتمنت عاسف اللي هو تريتمنت عن طريق البروتون. طبعا هنا بس الصورتين هذه توضح انه في الايزوتوبس انت ترسل البيم على الهدف هذا، والهدف عاده يكون مبرد، وطبعا تبدا ايش تنتج النظائر المشعه. هنا الصوره هذه البيم انت ارسلته داخل تيومر معين داخل جسم الانسان، فانت يعني يوتويك الانرجي اوكي حتى تصل للدبث المعين، حتى تصل للدبث المعين اوكي. وراح نشوف يعني الموضوع هذا في النكست سلايدز. هذا السيكترون حق الاي بي اي موجود عندنا في المستشفى، طبعا كاركترايز الانرجي هذا اللي الحقيقه يعني انا احتاج انه انت يعني فوكس عليه، او الفرق الجوهري بين السيكترونات المستخدمه في الايزوتوب برودكشن والمستخدمه في البروتون ثيرابي. بالنسبه للبروتون ثيرابي بالنسبه اسف للايزوتوب برودكشن عاده الانرجي اب تو 30 ميلي اوكي. البيم كارنت هنا انا اسف هو كتبت 200 مايكرو، انا هذا القيمه اللي احنا دائما نشتغل عليها، بس هو يصل الى 750 مايكرو ام، فانت عندك باور عاليه جدا يتصل الى 6000 واط. وحنا نشوف هنا هذه التجربه احنا سويناها، جبنا يعني فويل معين وضربناه في البيم، تشوف الدمج اللي حصل في التارجتري في الاهداف لابد تكون مبرده بالمويه تو اليمينيت تو ديسيبيت الهيت، والا ما راح يطلع لك ايزوتوبس. عادة الايزوتوبس تستخدم تحقنها داخل جسم الإنسان وتطلع لك صورة جميلة جدا لو what's going on inside the patient. أوكي طيب البروتون ثيرابي، البروتون ثيرابي more يعني advanced الحقيقة. ليش more advanced more complex more critical؟ لأن أنت تتعامل مع patient ما تتعامل مع هدف تبغى تنتج نظير مشع، أنت تبغى تعالج tumor. فعادة يعني في السايكترونات المستخدمة هم عادة يستخدمون مثلاً سوبر كوندكتينج سايكترون، الماغنتيك فيلد عالي جداً، وهذا الهدف الرئيسي أساس إيش السايز، لأنه لاحظوا كم الإنرجي اللي أنا أحتاجه عشان بنتريت الجسم الإنسان. يعني نشوف هنا هذا البراغ بيك مثلاً البروتون يمشي إلى مسافات كم 20 سنتي، وبعدين دمب الإنرجي آسف دمب الدوز كاملة في شورت ديستنس، يعني انا محتاج 250 من MeV. يعني انا لو بصمم سيكترون انا محتاج مثلا ماجنت كبير جدا الدايمتر. فكل الان التكنولوجيا الجديده يستخدمون السوبر كوندكتنج سيكترون، بمعنى انه الماجنتيك فيلد يكون يصل الى 7 تسلا 8 تسلا، لسبب جوهري اني انا اصغر الدايمتر حق السيكترون. في المقابل لو تلاحظوا معي البيم كارنت، البيم كارنت بسيط جدا الحقيقه 100 نانو امب او اقل، وعاده اذا ما خانتني الذاكره فهم يستخدمون 50 نانو أم في البيشنت. فلما تضرب الانرجي هذه مثلا راح تلقى في عندك الباور اللي طالع 25 واط اوكي. وعاده البيم اللي جاي هو بنسل بيم. ايش معنى بنسل بيم؟ يعني السايز حقه صغير، هنا قبل شوي لا 10 سنتي اسف 1 سنتي، بينما هنا بنسل بيم، وهذا يونيدت الحقيقه اثناء ما انت تعالج التيومر. لو افترضنا هنا التيومر يونيد تو موف ات مثلا، يعني يونيد الحقيقه البنسلين. واحد من الاشياء المهمه يو هاف تو كيپ ان مايند، ما تقدر تاخذ السايكترون اللي هو للايزوتوب وتستخدمه للاكسد للبيشنت، تستخدمه للايزوتوب اساس الكرنت. هنا عندك 100 نانو ام، يعني انت ما راح تطلع، يعني ممكن تستخدمه بعدين في الريسيرش ولا كذا، بس كايزوتوب برودكشن ما راح تستطيع لانه البيم كارنت بسيط جدا، يعني ما راح تطلع الاكتيفيتي العالي. هذه الفاسيلتي عاده السيكترون ما يجي داخل يعني باي اتس اون،
لا هو يجي داخل فاسيلتي معين ويشوف الجدران هنا 2 متر اوكي، وطبعا هذا التارجت سيستم، في اكثر من تارجت، هذا الاي دي ماشين، هذا سوفيستيكيتد تارجت ينتج الاي دي، هذا اذر ماشين برضه موجود في مستشفى الملك فيصل تخصص اللي هو الار دي اس وطاقته 11 ام اي اللي هو سيلف شيلدد. عاده يعني الليتست تكنولوجي مثلا للاي بي اي فيري سمبل الحقيقه، عندك جست فيو مونيتورز وهذه الباور سبلاي اللي قدامك تراقبها. بالنسبه مقارنه مثلا لل اوكي مقارنه بالسيكترون القديم اللي هو الكنترول حقه، يعني سو ماني سويتشز يعني. بس طبعا اكيد يعني اوفر ييرز مثلا المهندس احمد الغيث ما شاء الله تبارك الله واحد من المتميزين في اداره الاي بي في اداره السي اس 30. طبعا هذه التيبل هذا بس يوضح بعض الفاسيلتي اللي موجوده، وانا اسف اذا ما هي ابديتد، بس مهم نعرف انه في عندنا اي بي اي، عندنا بروتون ثيرابي، اسف بروتون ثيرابي ماشين موجود في كينج فهد ميديكال سيتي اندر بريباريشن، عندنا سيكترونات كثيره وان شاء الله بعضها بيشتغل وان شاء الله بعضها يعني بعضها شغال طبعا اللي في المستشفى، بعضها في جده بدا يشتغل وبعضها انجونج. هذول المانيفاكتشر برضو هذه ما سويت لها ابديت، بس انها يعني المين بروديوسرز للسيكترون موجودين هنا. اوكي كويكلي الحقيقه المينتننس، عاده المينتننس للسيكترون المينتنس للسيكترون تتطلب بعض التولز المعينه ممكن ما تلقاها في ممكن ما تلقاها مثلا في some facilities مثلا زي الانفراريد كاميرا زي الهاي فولتج بروب. اوكي هذا الايونيزيشن تشامبر ديفينتلي يو نيد، ما راح نتكلم عنه، هذا عشان تقيس الراديشن ليفل قبل ما تسوي الصيانه. احنا عندنا الحقيقه عمليه الصيانه للسيكترون نوت ايزي جوب. نشوف هنا الشباب يعني الله يعطيهم العافيه يسوون يعني مثلا يعني الصيانه للسيكترون از نوت ريلي تريفيال، يعني شيء يعني متعب نوعا ما. So the purpose of the scan is to optimize, actually attempt to maximize the performance of cyclotron efficiency, prevent the breakdown, minimize the production loss from failure. So you need the maintenance. طبعاً أنا I will not go through this one, بس إنه يعني إن شاء الله I will share the slides هذه معاكم. بس إنه the maintenance very important, يعني to keep your machine running يعني smoothly, minimize البريك داون. احيانا وانت تسوي الصيانه تجد في مشاكل تبدأ تظهر لك، فانت يو ديسايد تو دو ات نيكست تايم، سو ديفينتلي يو نيد ذا مينتيننس بريفنتيف مينتيننس. طبعا احنا نتبع اجراءات مشدده، اول شيء بالنسبه للراديشن بروتكشن وي فولو راديشن بروتكشن، والناس اللي تسوي المينتيننس فيري كواليفايد بيبل، وعاده نتبع خطوات السلامه اللي موجوده في المانيوالز، يعني سواء مثلا عندك هاي فولتج عندك راديشن high radiation all this يعني we follow it. طبعا في tools معينه I will go through them very quickly. عاده احنا نستخدم high voltage probe على اساس لانه انت تتعامل مع high voltage signals everywhere، مثلا تصل الى يعني شفنا الى مثلا 20000 فولت 30000 فولت، انت تحتاج high voltage probe، هذا voltage divider يعني ممكن تقيس 1000 فولت ويطلع لك output 1 فولت، فتعرف انك قاعد تقيس 1 فولت. عندنا اللي هو الفولتج بروب بس للاي سي، يو هاف تو بي كيرفول لما تستخدمه لانه هو عباره عن فريكونسي ريسبونس حقه، يعني اذا تبغى تدخل على الرينج حق مثلا 30 ميجا هرتز راح تبدا انك تشوف انك بديت تفقد الفولتج، فيعني يو هاف تو كيب رانينج ان سيرتن رينج. من ضمن الاشياء اللي هو المهمه جدا الكرنت كلامب على اساس تقيس الكرنت، احيانا طبعا احنا نتعامل مع هندردز اوف ام، يعني ما تقدر تقيس الاميتر العادي تقول لانه هو 10 ام، فيو نيد الكلامب هذا على اساس تريتش الى هندردز ام. الانفراريد كاميرا الحين الايام هذه الكل قاعد يعني ياخذ درجه الحراره عشان كورونا. طبعا هو الجهاز ذاك اوكي ممكن يعطيك انديكيشن على حراره جسم الانسان، بس هذاك ما نوت سيوتبل فور السايكوترون. ليش؟ لانه السايكوترون احيانا انت تحتاج تشوف بروفايل كامل، يعني انا لو اخذت عن طريق الليزر بوينتر النقطه هذه ما راح يعطيني انديكيشن تو واتس جوينج اون من الطرف الثاني مثلا، هذه الديفيوجن بامب، انا اي نيد تو هاف فول بروفايل. على اساس كذا احنا احيانا نستخدم الانفراريد كاميرا.
طبعا التورك هذه ادجستبل رينج، بس انها على تورك معين. السيكترون الحقيقه فيري سنسيتيف لهذا، يعني انت ما تقدر تجيب والله سكرو يعني سكويز تو ذا ماكسيمم، ما يمشي كذا، لابد ان يكون تورك معين. احد اهم التولز اللي احنا نستخدمها الحقيقه في الانديكيشن للبروبلم عندنا اللي هو السوفت وير. هذا السوفت وير ممكن يحدد لي مشاكل، مثلا ريد اعرف انه في مشكله، ممكن ما يكون مشكله، ممكن يكون مثلا انترلوك شيء معين عندنا الار اف في الماجنت. اوكي الفيلير حق الاكوبمنت قد يكون باكثر من سبب، وقد يكون مس يوز للاكوبمنت. احيانا الاشياء اللي بدنا نلاحظها فريكوينتلي اللي هو كونتينوس انتربشن ان ذا مينز، اللي هو الباور اللي جاي للسايكترون ممكن يكون في مشاكل فلكتويشن فتسبب المشاكل هذه. طبعا في تولز احنا نستخدمها مثلا زي الروت كوز اناليسيس، هذه تحدد لك احيانا المشاكل، انه يعني انت دائما تقول واي ذس هابن، تبدا تمشي ستيب باي ستيب لين انت يعني لوكالايز المشكله في مكان معين. احيانا الفيجوال انسبكشن مهم جدا، يعني مثلا نشوف هنا الالكتريكال بريك داون بسبب انه حصل في ووتر ليك عندنا هنا، نشوف هنا مثلا الدست. الفيجوال انسبكشن مهم جدا، واحيانا الاصوات يعني تعطينا انديكيشن معين. اوكي انا على اي ويل جو ان مثلا 5 مينت بس على كيس ستدي حصلت انه في المشكله في المستشفى. عندنا واحد من المهندسين الحقيقه بالفعل هذه المشكله حصلت، جاء يوم سبت وجاي يشغل السيكترون، لقى عنده مشكله، لقى عنده الار اف سيستم اللي هو هذا البوكس ريد، ولقى عنده الماجنت برضه ريد. فهو طبعا هو كمهندس واحنا نسميه فيرست ليفل انجينير، هو سوى الفيرست انسبكشن سيفتي انترلوك، لقاها اوكي. المينز يعني الباور لقاها ما في تريب للكولينج سيستم، لقاها اوكي. طبعا هو هي شود ستوب هنا، ما يقدر يكمل لانه خلاص ذس از يعني هي نيد باك اب، هي نيد كواليفايد انجينير. الان يدخل على السكند ديفل ريسبونسبيلتي اللي هو المهندس اللي هو مور اكسبيرينس واللي عنده النوليدج. واحيانا هنا الحقيقه نطلب نتعامل مع نتصل على الهلب سنتر من المانيفاكتشر، والحقيقه يعني يساعدونا كثير. طبعا احنا بالنسبه للمشكله حقت الار اف بدينا نسويها شيء يسمونه اليمينيشن تكنيك. ايش معنى اليمينيشن تكنيك؟ يعني انا اول شيء انا عزلت الار اف كافيتي هنا وحطيت بدالها لود معين، هذا اللود اللي هو ال 50 اوم لود. انا الان انا ميمك الكافيتي اوكي، وبالنص هنا ادخلت وات ميتر. هذا احد الحقيقه احد التولز اللي استخدمناها انا، اي فورجت تو منشن ات. بس الوات ميتر وش يسوي؟ الار اف اللي طالع من هنا يقرا لي اياها، ممكن يقول لي انت عندك مثلا ما عندك باور جايه، فانا اعرف انه عندي مشكله هنا، او يكون انا عندي باور ورايح على هنا فاعرف انه انا عندي مشكله معينه. فهذا اللي حصل الحقيقه، انه ايش اللي اكتشفناه يوم ركبنا ال 50 اوم لود هذا، لقينا انه احنا عندنا الفاينل تيوب يعني خلاص ديد، وصلت الحقيقه اللايف تايم حقها هذه بعد 10 سنوات من الاوبريشن. طبعا خلاص انتهى عمرها. طبعا احنا اثناء الريبليسمنت هذه تشود بي اوف شيلف، يعني انت لا بد تكون عندك سبير بارتس موجوده. احنا وي فولو مثلا الريجوليشن او البروتوكولات المعينه، انه مثلا انا اي هاف تو ليبل هذا على اساس ما اخلط مثلا هذا الريتيرن هوز غير السبلاي، ف اي هاف تو يعني ميك شور ذات انه انا السبلاي ما احطه مكان الريتيرن. فهو يعطيك هنا انديكيشن معين انه يو هاف تو ليبل. الكيس الثانيه اللي حصلت عندي اللي هو الماجنت، احنا عندنا جال اوبريتور ولقى انه اول ما يشغل الماجنت هو يعني اول ما يضغط يصير في عندي يسمع صوت تريب، فهذا التريب هذا انديكيشن انا عندي ديد شورت يعني شورت سيركت. ففي الحاله هذه ايش يسوي؟ طبعا برضه هو ما يقدر يسوي، هو المفروض انه سكند ليفل اوف كواليفايد بيرسون يجي او يعني ادفايس كيت ادفايس من المانيفاكتشر، اللي هو مثلا يبدا يسوي عمليه اليمينيشن، يشيل اللود عندي هو الكويل هنا، ويوصل مثلا كلامب يعني ديسكونكت اللود عندي ويوصل كلامب كرنت كلامب وشوف في اوتبوت. فاحنا لما فصلنا اللود عن الكويل الحقيقه ما زالت المشكله موجوده. فطبعا احنا بدينا ندخل على مرحله ثانيه، واعتقد ان استعنا بالمانيفاكتشر. انا الحقيقه تعمدت اغطي هذه بس يعني على اساس البروتكشن والرايت بروتكشن للشركه. طبعا احنا وجدنا انه في طبعا الباور سبلاي سيركت حقه الماجنت يعني سو ادفانس سو سوفيستيكيتد، يعني سم تايمز يو كانوت
just to bring voltmeter وتبدا تاخذ قياسات معينه. You have to do it يعني step by step. فايش اللي سويناه احنا؟ الخطوط الحمراء هذه اول شيء فصلنا اللود من هنا، لقينا انه الامور تمام، ما صار في تريب هنا في البارت هذا. اوكي وي بوت ات باك. بعدين جينا فصلناه من هنا، لقينا برضه ما صار في تريب، دليل انه ايش البارت هذا برضه سليم. بس يوم وصلنا عند اللي هو الباور ريكتيفاير هنا، واول ما فصلنا الاوتبوت اللي هنا قبل ما يروح على اللود اللي هو الكويل، حصل تريب. فحنا طبعا اكتشفنا انه عندنا مشكله هنا، وبالفعل يعني وكانت هذه ادفايس من اي بي اي الشركه، لقينا انه في طبعا في مشكله هنا في الباور ريكتيفاير، وبالفعل غيرناها. طيب الحقيقه اللي انا ابغى اقول لكم اياها، المشكلتين اللي شفتوها هذه، يعني ممكن طبعا يعني واحد ما عنده خبره يصلح المشكله وتعدي عليه، بس الحقيقه المهندس اللي هو اللي عنده الخبره ايش المفروض انه يسوي؟ المفروض انه يربط المشكلتين، المشكلتين حصلوا في نفس الوقت. صحيح واحده منهم ضرب الار اف تيوب، الفاينل ار اف تيوب، والثانيه صار في عند تريب. الحقيقه افتر انفستيجيشن اكتشفنا حاجه مهمه، اكتشفنا انه هذه المشكله حصلت يوم السبت. الخميس كان عندنا برودكشن الماده معينه، صار في عندنا تريب من المستشفى، حصل في باور تريب عالي في المستشفى. الباور تريب هذا اثر على البوث كومبوننت، بس لسبب ما احنا ما زلنا يعني ما احنا فاهمينه، كم السايكترون ما تعطل حقيقه، كمل الشغل حقه، بس يوم جينا نشتغل السبت لقينا انه المشكله حصلت. طبعا انا هنا وصلت للختام المحاضره. يعطيك الف عافيه دكتور، محاضره قيمه ومليئه بالمعلومات الثريه، جزاك الله خير. الله يبارك. صراحه قبل ما نروح الاسئله، ظهرت عند حضرتك خانه الكويشنز مليئه بالاسئله، فممكن تبدا من فروم ذا توب. لكن قبل ما حضرتك تبدا فيها، صراحه في اسئله فيري كومن ومتكرره جدا من الحضور الكريم، يسأل عن الحاجة خارج الموضوع شوية، يسأل عن الباك جراوند أو الأكاديميك باك جراوند تبع حضرتك. فأغلب الموجودين بايوميديكال، إحنا سوسايتي حقت بايوميديكال إنجينيرز، وحضرتك معنا في مجلس الإدارة. فحابين إن ذي أر يعني متحمسين يعرفوا إيش الباك جراوند تبع حضرتك، يعني فممكن حضرتك تدي بريف بسيط. طيب طبعا اكيد. اول شيء انا متخرج من كليه العلوم الطبيه التطبيقيه في جامعه الملك سعود. انا بايوميد صراحه، وطبعا يعني التحقت في المستشفى تقريبا عام 96 97 الين عام 2003، بعدين طلعت بعثه. انا كنت حريص الحقيقه ان انا اوسع الباك جراوند عندي، بحيث انه ما يصير فقط على البايوميديكال انجينيرينج، او خلينا نقول بايوميديكال تكنولوجي. اوكي، فكانت دراسات العليا في الانسترومنتيشن، في الالكترو انسترومنتيشن، يعني الاجهزه الالكترونيه. فكانت هذه دراستي في الماجستير، وكانت الحقيقه جميله جدا السنه هذه، لانه بديت انا ندخل في الانسترومنتيشن بشكل عام، ما هو فقط في الميديكال، في كل جميع انواع الانسترومنتيشن. وبالدكتوراه الحقيقه طورنا بعض الاجهزه الخاصه في الانسترومنتيشن، بس حقه الهاي فولتج انجينيرنج. فانا البي اتش دي في الباور، خلينا نقول في الباور او الهاي فولتج انجينيرنج، بس كنت شغال في الجزئيه حقت الانسترومنتيشن حقت الهاي باور. هذه هي. فانا اصلا بايوميد، وانا يعني 23 سنه اشتغل في المستشفى، يعني شغلتنا احنا بايوميد صراحه، ترابل شوتينج يعني كذا. فالسايكترون ممكن طبعا بالعكس، احنا عندنا الحين التيم اللي موجوده في المستشفى اغلبهم بايوميد ونيوكليير انجينيرز. ان شاء الله هذا يجاوب يعني على نص الاسئله. الله يعطيك الف عافيه. يمكن في احد الاخوان كمان كان بيسال، يعني هل كباي ميديكال يقدروا يدخلوا في مجال الترابل شوتينج تبع السايكترون ولا لا؟ فاتوقع اجابه حضرتك كانت كافيه، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. اي نعم. هو لو انا الحقيقه، بس انا بسوي دعوه للشباب اللي حابين يزوروا السايكترون، يعني الله يحييهم، احنا نبغاهم بس يجون ويكلمونا، ولا يكلموا المهندس احمد الغيث، يقولون احنا نبغى نزور يعني السايكترون ويتعرفوا عليه. على فكره هي جت فتره من الفترات احنا ندرب اللي هم خريجين العلوم الطبيه، وانا ما اسوي دعايات صراحه، بس انه جت فتره اللي هو الانترنشيب بيريود، هو طلبه الامتياز ندربهم عندنا. انا عندي ثلاثه الان من الشباب او اربعه، كلهم يعني دربناهم على انترنشيب والتحقوا معانا. العمليه ما هي صعبه، السايكترون يعني ايزي ماشين،
انت مو بصعب يعني، انت يو نيد الحقيقه تو ديزاين سيكترون ولا تفهم الكونسبت ديبلي كثر ما انت يعني يو نيد الحقيقه، بس يو نيد تريننج على الترابل شوتينج. وهذه على فكره الترابل شوتينج في مرا في يعني في مراحل متقدمه يعني تصل لها. انا شوف هنا في تمام. سؤال من المهندس عبد المجيد الشيبه، هو تفضل دكتور يتكلم يا الأخ هذا. نعم the relation between the tank radius of the tank and energy obtained accelerated particle. ما ادري هو عباره اكثر من سؤال، what is the relation between the tank radius. طبعا هنا باشمهندس طبعا يعني انا ما ابغى ارجع على اساس للمحاضره للسلايدز، بس هي موجوده في واحده من السلايدز اللي فيها الانرجي ريليشن ما بين الانرجي والراديوس. طبعا عندك انت كل ما زادت الراديوس عندك انت الاوربت، طبعا انت تنتقل من اوربت الى اوربت ثاني اللي هو هذا يسمونها السنتريبيتال فورس. فانت الماس يزيد الاوربت تزيد تكتسب طاقه، كل مره تزيد تمر من طرف الدي تكتسب الطاقه فتزيد السرعه شوي فتزيد الاوربت شوي اللي هو اسف الراديوس. طبعا ما ادري هنا اي ما ادري هنا في سؤال انا ما ادري والله. طيب لماذا لا يتم انتاج تكنيشيوم محليا حيث ان الاستخدام المحلي عالي ويكلف؟ لماذا لا يتم انتاج تكنيشيوم محليا؟ طبعا هو الحقيقه كان فيه اتمت او كان فيه محاولات ان احنا ننتجه، والمستشفى يعني شارك مع وكاله الطاقه في واحد من المشاريع وانتجناه. هو ما هو ما انتج، هو انتج انتج. وانا اعلق على الموضوع هذا لانه طبعا وش اهميه السؤال هذا؟ اهميته بسبب الكورونا والوضع الان اللي احنا نعيشه الان ما في عمليه استيراد، فهذه مشكله. والحقيقه انه يعني مثلا في كندا يوم حصلت مشاكل الرياكتورز وبدا يصير يعني ايجنج اللي هو الرياكتورز اللي هي المفاعلات، لانه التكنيشيوم بالاصل ينتج. على فكره انا اوضح نقطه بس، التكنيشيوم هو يمثل 80% من النيوكليير ميديسن ابلكيشنز. ف يعني انت يو نيد ات ديفينتلي يو نيد ات. فالرياكتورز يوم طفت في كندا كان الحل البديل عندهم انهم يستخدمون السيكترون، ومشوا في الموضوع هذا الين يعني اخر مرحله اللي هي انتاج اللايسنس او الحصول على اللايسنس على استخدامه على الانسان. وما ادري والله بعدها هل حصلوا عليه ولا لا. عندنا في هنا كان في اكثر من مشروع الحقيقه، في مشروع مع المستشفى مع الوكاله وانتجناه، بس الاشكاليه فيه اللي هي البيوريتي، ما كان البيوريتي عاليه جدا. مع العلم طبعا انا لما اقول ما كانت البيوريتي عاليه هي كانت 98%. اللي ينتج عن طريق السايكترون عن طريق الرياكتورز هو 99 بوينت سمثينج بيرسنت. طبعا هو ما ياثر على جسم الانسان، انت تكنيشن لما تحقنه هو ياثر على جوده الصوره فقط، يعني الصوره بدل ما تصير مره واضحه تصير فيها شوي غباش. هذا يعني مشكلته انه ممكن ياثر على ايش الجادجمنت حقه الدكتور، على لو الدكتور يبغى يشوف هل في مثلا مرض ولا لا، وممكن ما ياثر لانه نسبه بسيطه جدا. انا الحقيقه مع انتاج التكنيشن محليا ديفينتلي، بس انه كان في حقيقه في مشروع بحثي مع مدينه الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، وأنا اشتغلت معاهم فترة وللأسف ما كمل المشروع. بس أنا والله مع إنتاج التكنيشن محليا عن طريق هو طريق في تكنيك ثاني مو السيكترون، في شيء يسمونه اللي هو والله أنا ناسي وش اسم التكنيك الآن، بس إنه في طريقة ثانية تستخدمه ينتج التكنيشن بس مكلف جدا. طيب what make the cyclotron better for or unique to other imaging modality such as MRI. لا هو هذا totally different، يعني احنا we are talking about two different things. بالنسبة السايكترون first of all الMRI هذا imaging system. اوكي انا ما ادري هو اسم الشخص اوكي انا ما ادري اتكلم بالعربي ولا انجليزي، هو يبدو لي نصيب الجفري او كذا ما ادري بالعربي. طيب طيب اوكي هو الام ار اي هو ايميجنج ديفايس، انت يعني البيشنت اذا دخل الام ار اي انت تحصل على الصوره الجسم الاورجان معين وتحدد. فهذا ما له علاقه، السيكترون ما هو ايميجنج ديفايس، السيكترون هو ينتج ايزوتوبز. الايزوتوبز او النظائر هذه اللي تحقنها
داخل جسم الانسان ويطلع لك صوره، وبعدين انت تاخذ المريض اللي انت حقنته وتوديه على ايش؟ على الجاما كاميرا او على البيت كاميرا. فهنا توتالي ديفرنت. طيب هاو كان السنجل ار اف الكترون از ميتد ان كنترول مانر سنجل بولس. اي نعم، هذا ممتاز السؤال من الاخ فهد الشيخ. طبعا انا في شيء ما ذكرته عشان ضيق الوقت. طبعا بالنسبه للسيكترونات المستخدمه بالبروتون ثيرابي، هي يسمونها بلس بيم. يعني انا البنش، احنا شفنا في البدايه البنش اللي هي مجموعه البروتونات، اول ما يصير لها تسارع يعني الايون سورس ما راح يطلع البنش اللي بعدها الين هي تطلع من داخل برا السيكترون، عشان اكثر يعني لها اكثر من هدف. فالبنش هذه اذا طلعت، هذه اللي ممكن استخدمها انا في التريتمنت، لانه اصلا انا ما احتاج هاي كارنت. هذا النوعيه اللي هو يسمونها سينكرو سايكلوترون، انا ما تكلمت عنها، سينكرو سايكلوترون، انه انت تطلع البنش هذه تسارعها كبنش واحده فقط ما معاها شيء ثاني قبلها، وتنتظر عليها الين تطلع برا السيكترون، وبعدين خلاص تستفيد منها في التريتمنت حق جسم الانسان. يعني ارجو انه يكون هذا، لانه نتكلم عن البنس والسنجل. اي هنا نفس السؤال يقول لك واتس ذا ديفرنس بتوين الام ار اي تكنولوجي اند سيكترون. توتالي ديفرنت. الام ار اي هذا جهاز يطلع لك صوره مباشره، بينما السيكترون احنا قلنا يعني يطلع ينتج ايزوتوبس. السيكترون ما هو جهاز، ما هو ايمجينج ديفايس. هو واحد ما ادري هنا مو كاتب سؤال، يعني كاتب time to generate a beam in the cyclotron and the rotation speed of the particle inside the cyclotron. time to generate a beam، يعني هنا لها علاقه الحقيقه بالار اف سيستم. الفريكوانسي احنا شفنا، يعني اذا تبغى تعرف كم البعد بين البنش والبنش، يعني شوف كم الفريكوانسي حق السايكلوترون، يعني ممكن تلقى بين كل بنش وبنش 10 نانو سكند او 20 نانو سكند. طيب السؤال اللي بعده، my question is regarding energy. If I could know the energy range needed for the production of FAT. إيه نعم، هذا مرة ممتاز السؤال. طبعاً هنا أنت تدخل على حاجة يسمونها cross section. Cross section هذا ما هو مصطلح ميكانيكي، هو nuclear cross section. كل مادة أو isotopes لها nuclear cross section. إذا أنت ما حصلت ما ارسلت الانرجي المناسبه للماده هذه، فانت ما راح تحصل على نيوكليير كروس سكشن الخاص فيها. انت ذكرت هنا يا مساعد اللي هو الاف 18، الكروس سكشن حق الاف 18 يصل الى 18 ام اي في. بمعنى انا مثلا كمهندس سايكترون، اذا قالوا لي زملائي اللي هم راديو كيمست احنا نبغى ننتج الاف 18 كماده ايزوتوب، فانا فورا اروح للسايكترون واقول الانرجي حقته 18 ام اي في. طيب اذا وش يصير اذا حطيتها مثلا 30 ام في؟ وش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير ما راح انتج اف تي، راح انتج شوائب ثانيه. او اذا وش اللي يصير اذا ما حطيت 18 حطيت 15؟ راح انتج برضه شوائب ثانيه. كل ماده يا مساعد لها رينج معين، لابد انك تحدد الرينج هذا من يعني الانرجي الخاص في الماده هذه، هذه يسمونها نيوكليير كروس سكشن. طبعا هنا في سؤال ممتاز، does the cyclotron detect atoms with negative charge only or both؟ لا، في الانجكشن لاين، الانجكشن لاين هو يطلع خليط بس. احنا اذا شفنا عندنا الكترون سبريسور، وعندنا بعدها جريد، وعندنا بعدها اشياء ثانيه، هذه خلينا نعتبرها زي نوع من الفلاتر. الفلاتر هذه تتخلص لك من الالكترون، تتخلص لك من البوزيتيف ايون، تتخلص لك من الاشياء كثيره، بس تبقي على النيجاتيف ايون اللي هي التشارج حقتها نيجاتيف، وهذا اللي يصير لها في تسارع. ممتاز، هنا سؤال من اخ برضه فهد دار الشيخ، how can a pencil beam of proton affect the DNA in the tumor؟ طبعا هنا انت احنا اوكي، يعني هذا فيلد كامل بحد ذاته. احنا ليش قلنا البروتون بيم بنسل؟ الدي ان اي هو شيء الحجم حقه صغير جدا. البروتون بيم هو ماشي، اول ما يدخل جسم الانسان هو يخترق كل شيء امامه لين يصل الى الهدف اللي هذا. ولنفترض مثلا الليفر، لو افترضنا انا ابغى اعالج الليفر، في تيومر داخل الليفر، البروتون بيم بيمشي يا فهد لين، طبعا انا في حاجه يسمونها تريتمنت بلاننج، لابد انا اعرف كم بعد التيومر من سطح الجسم،
وهذه في اكثر من بروتوكولات معينه لابد انك تعرف، مثلا عاده يحددون عن طريق الووتر فانتوم والاشياء دي، بس ممكن انت ايش تقول والله انا التيومر هذا بعيد عن السطح مثلا 5 سنتي، ال 5 سنتي فهد هذه لها علاقه في الانرجي، فانا اروح احدد الانرجي اللي انا احتاجها وارسلها الين داخل التيومر. طبعا البيم هو ماشي في شيء، وهذا اللي يميز الحقيقه البروتون بيم، انه الدوز هو يخترق الجسم، ما في اي لوسز للبروتونز، البروتون يخترق وما يعني نيفر دمب دوزز وهو ماشي، بعكس الفوتونز. اذا انت فاميليار باللينير اكسلريتور بالفوتون، الفوتون مشكلته كبيره لانه الدوز اللي طالع يبدا يتوزع على مناطق كبيره داخل الجسم، هذا بالرغم من التكنولوجيا الجديده اللي هي الاي ام ار تي والاشياء دي، بس ميزه البروتون انه يروح على طول مباشره على التيومر. التيومر في مشكله، وهذه معلومه بس حاب اوضحها، التيومر حساس جدا للاشعه، اساس كذا هم العلاج التيومر في البروتون لانه سو سنسيتيف، بعكس الدي ان اي العادي. الدي ان اي العادي طبعا هو بعضه راح يتكسر الدي ان اي، فانت تدخل الحين في الديترمينستيك وال ديترمينستيك افكت. طبعا عاده الدي ان اي اذا كان مثلا راح يصير لها ريكفري وما راح تتاثر باذن الله. اللي داخل التيومر هو اللي راح يتاثر لانه مور سنسيتيف، الخلايا السرطانيه سنسيتيف للاشعه وتموت بسرعه. هاو كان اي كنترول تنسل بيم؟ ممتاز السؤال نزار. اول شيء اذا تذكر احنا قلنا انه السيكترون حق البروتون هو يسارع بنش صغيره، واذا تذكر احنا قلنا الكرنت اللي هو الاي، الكرنت اللي طالع من السيكترون هو بال100 نانو امب، ال100 نانو امب هو اوريدي سمول بيم. يعني انت تخيل 100 نانو امب مقابل مثلا 10000 نانو امب، ال10000 نانو امب بيكون كبير كدايمتر، بينما ال100 نانو امب هو صغير، اساس كذا هو بنسل بيم صغير جدا. يعني هو يقول لك the BBM will be done in-house or by the brand representative. احنا بالنسبة للمستشفى عندنا حقيقة مهندسين من شركة معينة، بس احنا نشتغل معاهم، يعني احنا نشتغل كتيم واحد. اي هذا برضو سؤال ممتاز من عادل، يقول لك do you use any kind of vacuum leak detectors؟ اي طبعا، اي سايكترون فاسيليتي لابد يكون فيها اكثر من leak detector. احنا بالنسبه لنا عندنا very sophisticated leak detector، لانه اذا صار عندك ليك داخل التانك كيف تبي تحدد اذا ما عندك ديفايس؟ هذا جهاز يكشف لك الليك عن طريق الهيليوم، يعني له تكنيك معين. فعندنا نعم، طبعا سؤال الشركات موجود في السلايد. والله الاسئله كثيره بس صحيح في أسئلة كثير دكتور. يس طيب، يعني بالنسبة لل هي هذه هي زي ما اتفقنا بالنسبة للإنرجي. الإنرجي طبعا مثلا في التو، وهذا يعني آخر سؤال بس نجاوب عليه، اللي هو علاقة الراديوس بالإنرجي. طبعا لو نلاحظ في البروتون ثيرابي، لاحظوا الإنرجي عالية جدا، يعني 250 ام في. ليش أنا أحتاج 250 ام في؟ لأني أنا أحتاج أصل يعني عمق يعني كبير داخل جسم الإنسان، فبالتالي انا محتاج يعني يكون الديزاين مختلف تماما. فاساس كذا احنا نستخدم السوبر كوندكتنج ماجنت. اذا استخدمنا السوبر كوندكتنج ماجنت ورفعنا الماجنتيك فيلد من الكونفنشنال ليفل اللي هو مثلا 2 تسلا الى مثلا 7 تسلا، الحقيقه انا اقدر اصغر في الديزاين حق الماجنتيك فيلد في الماجنت، وبالتالي الاستراكشر حق السيكترون. طيب الله يعطيكم العافيه، انا والله سعيد الحقيقه بالاسئله هذه، يعني تدل ما شاء الله تبارك الله على الانترست. انا اشكركم والله واشكركم حضرتم. الله يعطيك الف عافيه دكتور فيصل، وجزاك الله خير على المحاضره القيمه اليوم وعلى وقتك اللي تبرعت فيه لالقاء المحاضره هذه. نشكر طبعا كل الحضور معنا اليوم. عندنا تنويه بسيط بالنسبه للشهادات الحاليه والشهادات السابقه للويبينارز اللي تمت في خلال شهر رمضان الكريم.
احنا الحمد لله بدينا باصدار الشهادات ابتداء من امس. ان شاء الله حتاخذ معنا وقت شويه، 4 إلى 5 أيام بالكثير عشان تصدر جميع الشهادات. حاليا الناس اللي حضروا المحاضره حقت اليوم او المحاضرات السابقه يقدر يدخل على موقع الجمعيه الظاهر امامكم، وتشوفوا عندكم الفعاليات في الصفحه الرئيسيه، تدخل الفعاليه وتسوي انضمام لتسجيل طلب الشهاده عشان توصل لكم الشهاده في حسابكم في موقع الجمعيه. يعطيكم الف عافيه جميعا. وبالنسبه في تنويه برضو اخر، كان ذكر الدكتور فيصل مشكورا بخصوص الزياره لمستشفى الملك فيصل التخصصي قسم السايكترون. احنا سوينا طبعا بالتعاون مع الدكتور ومع مستشفى الملك فيصل التخصصي زياره سابقه، وان شاء الله بعد الازمه الحاليه لكورونا ممكن ننسق زيارات اخرى عندهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي. مشكورين يعني، رحبوا في الموضوع وعلى رأسهم الدكتور فيصل. فبحول الله نلقاكم. الويبينار حق اليوم هذا كان آخر ويبينار معنا في الشهر الكريم. إن شاء الله نلقاكم بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير وبحفظ وسلام إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. هننهي الويبينار الآن.